صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعادة وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. نهاية أسبوع ونهاية سنة ونهاية شهر ونهاية بإذن الله بكرم ربنا وفضله علينا تكون نهاية وباء، ونرجع نتجمع تاني ونتجمع بحلونا بشملنا وما نخسرش يا رب حد إن شاء الله. نهاية سنة عدت بحلوها بمرها بالوحش اللي فيها، بحققنا حلم لسه، فيه حلم لسه بنكافح وبنقاوح وعندنا طموح علشان نحققه. سنة 12 شهر، وال 12 شهر دول كانوا مليانين أحداث كتير قوي، فيها الحلو وفيها الوحش، بس بالرغم من إن كان فيها حلو وفيها وحش، إحنا بكل الأحوال راضيين بقضاء ربنا، راضيين باللي ربنا بعته لنا. أهم حاجة إن البني آدم يبقى راضي باللي ربنا بيبعته، أهم حاجة إن ربنا يعني كل ما ترضى على ربنا يديهولك ربنا هيزيدك. هو ربنا يعني ما اقدرش اقول ان ربنا اداك حاجه وحشه، لان هو ربنا بيبقى ليه حكمه في كده، ان انت بتبقى متخيل في وقتها ان ربنا ليه يا رب عملت كده، ما فيش حاجه اسمها ليه يا رب عملت كده، هو ليه حكمه في كده. بعد كده بتلاقي نفسك تقول ايه، يا ده هي دي بقى حكمه ربنا ان هو عمل كده عشان يعوضني عنه خير واحسن مكان انا كنت عايز. فاحنا لازم نحمد ربنا على كل حاجه، كل حاجه. ابني اتعور احمد ربنا، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، كويس ان هي جت على قد كده. انا تعبت، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ان انتوا تقوموا الصبح من النوم في اربع حيطان حواليك وامك وابوك موجودين وصحتهم كويسه ومحدش من ولادك تعبان او انت حد بيسندك انك تدخل الحمام او تقوم من مكانك، دي نحمد ربنا عليها ونبوس ايدينا وش وضهر. بنتمنى في السنه الجديده ان شاء الله ان ربنا يعوض كل حد حصل له حاجه في السنه اللي فاتت ان هو يعوضه عنها خير، سواء في شغل، سواء في سكن، سواء في عزال مكان لمكان او نقل من مكان لمكان، سواء في صحه، سواء في شغل اللي ربنا ما وفقوش فيه، ان شاء الله ربنا يوفقه فيه السنه الجديده. بنبتدي سنه جديده بتفاؤل، مفيش حاجه يا نهار ابيض دي هتبقى زي 2020 يا عالم، هنخش نبعت حد يبص لنا ويطل لنا طلع على 21 عامله ازاي، ده كده حرام، انتوا كده بتشككوا في قدره ربنا وفي حكمته. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. فتفائلوا بالخير تجدوه، طول ما انتم متفائلين اه ده ان شاء الله السنه الجديده انا هعمل كذا وهعمل كذا، وباذن الله ربنا هيكرمني في كذا، وباذن الله ابني هيتخرج، باذن الله هجوز بنتي، باذن الله هنقل في شقه جديده، باذن الله شغلي هيتقدم، باذن الله هشتغل على نفسي اكتر عشان اثبت نفسي في شغلي اكتر. حطوا حاجات تتفائلوا بيها، حاجات تحبوها، واحد اتنين تلاته، واحد خلص اشتغلوا على اتنين، واحد اتنين خلص اشتغلوا على تلاته، وجددوا من نفسكم علشان ربنا يكرمكم. طيب قبل ما ابدا السنه الجديده وقبل ما ابدا اول ساعات فيها ان شاء الله كلها كام ساعه وهنبدا كلنا سنه جديده، عايزه بس اشكر ناس كان ليهم فضل كبير قوي عليا في السنه اللي فاتت. ناس لو ما كانوش هم موجودين احنا ما كناش في المكان اللي احنا فيه دي. اولا بشكر ربنا وبحمده على كل حاجه هو عملها لي وكل جبر خاطر هو عملها لي، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم امين. بشكره على وجودكم في حياتي، بشكره على وجود امي في حياتي ودعواتها، بشكره على وجود الناس الحلوه اللي معايا، بشكره على اخواتي اللي بجد بجد هم فعلا عيلتي التانيه، بشكره على وجود ولادي وجوزي في حياتي، بشكره على وجود صحابي، بشكره على وجود جيراني، وبشكره على وجود متابعيني. انا بشكر ربنا كل ما بيتقال لي قسما بالله، كل ما بيتقال لي كومنت كويس او حاجه تجبر بخاطري انا بشكر ربنا عليها، عشان ربنا هو السبب في حاجه زي كده، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. بشكر المصورين اللي معايا علشان هم بيتعبوا معايا قوي، محمود وحكم، محمد رفعت، محمد ابراهيم، مجاش، حسام، الناس اللي مشيت كمان، بشكر مصطفى وعمر عبد القادر، في ناس مشيت والحمد لله علاقتنا بيهم زي ما هم. بشكر الجمل وبشكر حمدي بيستحملوني كتير وانا بستحملهم كتير برضو، ربنا يديمهم في حياتي يا رب ما تحرمش منهم ابدا، مصطفى الجمل وحمدي السيد. بشكر الكنترول فرد مش عايزه اقول اسامي عشان ما انساش. بشكر دينا وبشكر كريم على وجودهم في حياتي، وبشكر خلود وبشكر رغده، وبشكر ايه فخراني علشان دي كانت حلوه، حاجه حلوه حصلت لي وما ينفعش ان انا انساها. وبشكر شيف اسلام بكري ربنا كرمنا بيه النهارده ورجع تاني ونورنا منور الدنيا، دي كده بدايه سنه حلوه قوي ان هو يكون معانا. بشكر اسلام محمود الشريف، بشكر هاني، وبشكر ناس كتير كتير انا مش عايزه انسى حد. بشكر المطبخ التحضيري على تعبه معانا ووقفته معانا على طول، وان نقعد نعمل نسخ ونقعد نشتغل وبيبقى علينا ضغط الوقت اللي هو بتاع الحلقه اللي قبل الحلقه ده بيبقى علينا ضغط جامد جدا، فبيستحملونا في حاجه زي كده، فانا بشكر ناس كتير ومش عايزه انسى حد. ف
بشكر متابعينا من كل مكان، بشكرهم على وجودنا في حياتهم وجودهم في حياتنا، بشكر مونجي وبشكر بيسو وبشكر بحر وبشكر مديحه وبشكر ام يوسف. انا لو قعدت اشكر من هنا للسنه الجايه انا مش هكفيكم. بشكر محمد ابراهيم، بشكر ابراهيم علي، بشكر اسماعيل، بشكر كريم ناجي، وبشكر عمار، وبشكر سلطان. سلطان اسمه محمد عبد المجيد بس مش سلطان، بس احنا بنقول له يا سلطان. بشكر ناس كتير والله العظيم، مش عايزه انسى حد، بس فعلا الناس دي حاجه حلوه في حياتنا. الناس دي لو ما كانوش هما بعد فضل ربنا علينا احنا ما كناش نطلع نعمل الحلقات الحلوه اللي انتوا بتشوفوها دي وتشكرونا عليها. بشكر وجود ساره ومحمد حامد ومروه وفاطمه وسيلي وكل حبايبي وصحابي اللي موجودين معايا. انا لو قعدت فعلا اشكر من هنا للسنه الجايه مش عايزه انسى حد والله العظيم. وبشكر محمد ابراهيم طبعا، شوف محمد ابراهيم عشان في محمد ابراهيم كتير. بشكركم كلكم، بشكر دعاء السمنودي، وجودها كانت فرد جديد في عائلتنا السنه دي، بتقدم برنامج سر الصنعه على دماغنا طبعا من فوق، برنامجها حلو قوي. مش عايزه انسى حد، بس بجد الناس دي ليها فضل علينا كبير قوي. طب دي الناس اللي شغاله معايا وعيلتي التانيه اللي في القناه، بشكر كل متابعينا، ماما بشرى وماما مريم وماما روحيه ومدام ناديه اسكندريه، الناس الاساسيين، مدام ميرفت سعيد، في ناس ومدام كريمه اسكندريه، في ناس كده تحسوا ان هي طالعه مع البرنامج واحده واحده، فاضله معايا ما شاء الله احنا داخلين في خامس سنه اهو مع بعض او في اواخر الرابع سنه. هم دول اللي كانوا معايا من اول ما طلعت. بشكركم جدا جدا وعلى دماغي من فوق. سنه سعيده يا رب عليكم، تكون مليانه خير وبركه ويتحققوا فيها كل احلامكم، ومتابعينا يزيدوا، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنهم. بحبكم قوي، ربنا يديمكم في حياتي، بجد بحبكم، ما تحرمش منكم. طيب نصبح كده نبدا حلقتنا كده النهارده، ونصبح على الحاجه بهيجه ونقول لها صباح الهنا وسنه سعيده عليك يا رب. صباح الهنا، ازاي حضرتك، عامله ايه؟ وانا معايا تليفونين جماعه، انا معايا تليفونين. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حاجه بهيجه، عامله ايه؟ عامله ايه؟ صباح، اقول لك صباحين ونورين وجمالين وزي الحاجه دي. حبيبتي الله يسعد قلبك وسنه سعيده عليكي يا رب. الحمد لله يا رب عليكي وعلى كل القناه بتاعتكم وعلى كل العائله، وربنا يزيد عليكي بخير. الله يسعد قلبك، وكلكم كده تبقوا بخير وبصحه جيده، وماما بخير وبصحه يا رب. اللهم امين. تفرحي بالامارات كده يا رب ان شاء الله. حبيبتي تسلمي ان شاء الله يا رب. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. انت طيبه وبخير وسعيده. امبارح كنا بناكل انا وانت بالليل بلح اخضر. حلمتي بيا؟ معرفش اسمعنا بلح اخضر، معرفش ليه اخضر. حلمتي بيا؟ اه والله. بالليل كنا بناكل بلح اخضر؟ اه والله. دي حاجة حلوة والله، دي حاجة يعني حلوة في سنة جديدة. والله يا نونا انت واقفة زي ما انت واقفة كده، وانا قاعدة قدامك على الترابيزة وبديك بلح، بقول لك الله ده جه اخضر، بتقولي فتحتي بلحة، فبتقولي لي ايه ده، ايه ده فيها كنافة، انا مش عايزاها فيها كنافة، انا عايزاها فوقي. قلت له اشمعنى انت فيها كنافه؟ ما انا بتاعتي فاضيه اهي، طب خدي واحده فاضيه. رحتي خدتي واحده فاضيه وكلتيها، ما اعرفش من تاثير الكنافه بتاعتك بقى بالنار ولا ايه. صح. يا حبيبتي ما تحرمش منك يا رب، وان شاء الله ربنا يجعلها سنه خير عليكي وسنه خضراء علينا وعلى كل حبايبنا يا رب، اللهم امين. حبيبتي ما تحرمش منك يا حاجه بهيجه، نورتيني. عايزه كمان اشكر اختي واولادها ووجودهم في حياتي، وكل سنه هم طيبين. عايزه اشكر حسام المهدي وحاتم المهدي وعيله المهدي كلها، بجد انا يعني كل ما بفتكر حد كل ما بقول، لان انا مش عايزه انسى حد، لان انا لو قعدت فعلا هكتب اجنتات كتير كده اهوت، ما تحرمش منهم. الناس المتابعين بتوعنا فرحه محمد وشيف المستقبل شيف خالد، بجد يعني ربنا يديمكم في حياتي، ما تحرمش منكم. طيب تعالوا بقى كده هنشوف هنعمل ايه. بدايه سنه جديده، سنه بيضاء ان شاء الله وسنه خير علينا. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل رز بلبن، والرز بلبن هنعمله بشكل حلو قوي علشان نوزعه على كل جيراننا وكل حبايبنا. علشان الكورونا والفيروسات والكلام ده كله، فش اي مشكله ان احنا نشتري 50 علبه من اللي هم البيض الشفافين دول من عند المحلات اللي هي بتبيع العلب والكوبايات، ونبدا ان احنا نعملها ونقفلها استريتش ونوزعها على جيراننا وحبايبنا محبه. محبة وبداية سنة جديدة نتمنى فيها البعض الخير، ونتمنى فيها البعض السلام، ونتمنى فيها ان مفيش بيت يا رب يتوجع قلبه على اي حد منه. ربنا يا رب يشفي كل مريض ويرجع كل مريض لاهله سالم غانم باذن الله. طيب هنبدأها برز بلبن. رز بلبن زي ما انتم عارفين كده لما بنيجي نعمله بحب ان الرز يستوي حلو، علشان لما احطه في الحليب ويبدا ان هو يغلي غلوتين ثلاثة، النشا بتاعته يا هحتاج نشا من بره يا مش هحتاج. يعني ايه؟ يعني الرز اما بينشي وبيغلي مع الحليب يا اما هحتاج له نشا خارجيه، يا اما يعني هعوضها بالنشا اللي جوه الرز نفسه. بصوا كده معايا يا جمال، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الرز عامله ازاي؟ هو ده قد ايه يا نونا؟ ده كوبايتين. بسم الله الله اكبر، بص اللهم بارك، دول كده كوبايتين رز.
بصوا التسويه بتاعتهم، بصوا شكله عامل ازاي، ولا ناشف ولا محصول ولا مململمق. هو دي التسويه اللي انا عايزاها للرز. عندي هنا 2 كيلو لبن سايباهم بيغلوا، هعمل ايه قبل ما احط الرز؟ هروح جايبه السكر وعامله كده. طب ما قدرنا تنزل يا شباب واحنا بنشتغل؟ كوبايه سكر او كوبايه ونص على حسب التحليه اللي انت عايزاها، وهبدا ان انا ادوب كده السكر مع الحليب اللي بيغلي. مقادير الرز بلبن موجوده معانا على الشاشه، كوبايتين رز مصري غسلتهم وصفيتهم ورحت حطاهم مع ميه، والميه تكون يعني حبه حلوين كده كتار علشان ما ينشفش مني ويحصل. وبعد كده جبت 2 كيلو حليب حطيتهم على النار يغلوا، ورحت حاطه فيهم السكر، سكر حسب الرغبه على حسب ما انت عايزه، بس انت لو بتحبيه مظبوط لما تيجي تحطي السكر زودي السكر شويه. يعني لو انت بتحبي السكر بتاعه مظبوط، السكر اللي في الحليب يبقى اعلى سنه من اللي انت بتحبيه، علشان مجرد ما يتحط له الرز ويتحط له لسه السحلب ويتحط له النشا والكريم شانتيه هيوصل لمقدار السكر او الحلاوه اللي انت بتحبيها. معايا ايه كمان؟ معايا 4 معالق كبار كريم شانتيه، معايا 4 معالق كبار نشا، يستخدمهم يا ما استخدمهمش، ومعايا 3 معالق كبار بودره سحلب. طيب هبدا بالنشا، اسفه، هبدا بالكريم شانتيه والسحلب، لان هم اصلا فيهم ماده ربط، فيهم اصلا نشا، فانا عايزه لما احطهم ابدا بعد كده اشوف لما يتقل معايا ويشكل معايا هحتاج النشا ولا مش هحتاجها. طيب انا حطيت الحليب وحطيت معاه السكر، وهحط دلوقتي معاه الرز اللي احنا سلقناه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصبح على ياسمين ونقول لها صباح الفل يا ياسمين. الو صباح الهنا. الو، انا بحبك قوي حبيبتي، الله يسعد قلبك يا رب، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، ربنا يجعلها السنه السعيده عليكي يا عليكي رب، وعلينا حبيب. وعلى الامه كلها يا رب، اللهم امين. انا بحب حضرتك قوي يا حبيبتي. والله حبيبتي الله يسعد قلبك يا رب من كل شر، تسلمي لي. ربنا يكبر بخاطرك دايما حبيبتي ويكبر خاطرك، يجعلك كده سعيده دايما يا رب، احنا وانت وجميع ما خلق. قولي لي ليكي اي طلبات؟ قولي لي الاول بتتمني ايه في السنه الجديده؟ انا ليا طلب واحد بس، قولي لي. تكتر على حضرتك، قولي لي اموريني. انا دايما بعمل كعب الغزال وبيطلع معايا مش مظبوط، مره إيه؟ ناشف يا اما دايب، فعايزه مقاديره تكون مظبوطه. عينيا الاثنين، حاضر. طب هتعمليه النهارده؟ طب لو عرفت انزله لك النهارده هنزله لك، ما كانش هتدخلي على صفحتي اللي هي شيف نون عربي وانجليزي في البوم مخبوزات الافران هتلاقي كعب الغزال موجود، علشان انا بصراحه مش عارفه اذا كنت هعرف انزله لك النهارده ولا لا، بس ان شاء الله الاسبوع الجاي احنا شغالين كحك وبسكوت علشان اخواتنا المسيحيين كل سنه وهم طيبين، هنشتغل كحك وبسكوت وهنعمل كعب الغزال وكل حاجه تتعمل، فلو مش مستعجله عليه يبقى الاسبوع الجاي ان شاء الله شوفيه معايا. بصوا كده انا عملت ايه، جبت كوبايه ميه ورحت حاطه فيها الكريم شانتيه مع السحلب ودوبتهم كده على البارد، والناحيه الثانيه حطيت الرز مع الحليب مع السكر اللي كانوا بيغلوا بالشكل ده كده. مش هبدا ان انا احط نشا، ليه؟ علشان السحلب والكريم شانتيه اصلا فيهم نشا فهيشكلوا معايا، فلو هم شكلوا معايا يبقى انا كده مش هحتاج ان انا احط نشا بالشكل ده. ونصبح على ام عبد الرحمن، الله صباح الهنا. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ لو سمحت عايزه رقم حضرتك. عينيا الاثنين، خديه من رغده. نورتيني يا حبيبتي كل سنه وانت بخير. بصوا كده دوبنا السحلب، بس السحلب يكون من غير مكسرات، يعني ما يبقاش فيه سمسم، ما يبقاش فيه زداني، ما يبقاش فيه حاجه، اللي هو السحلب اللي هو الخام. ودوبنا معاه الكريم شانتيه مع ميه، لو عندك حليب ماشي ما فيهاش اي مشكله لو عملتيه بميه، وهو بنعمله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا عشان حاسه بايدي اكتر ما انتوا تبقوا شايفين، بدا ان هو يتقل معايا، معنى كده ان انا مش هحط نشا، معنى كده اني مش هحط نشا. بصوا بصوا، بسم الله الله اكبر، على نار هاديه علشان ما يتلسعش القعر بتاعه ويبدا بعد كده يطلع ايه حاجات مش كويسه في الرز. انا كده مش هحط نشا، كده يبقى انا استغنيت عن النشا علشان الرز اصلا كان منشي واخد التسويه بتاعته حلو، والكريم شانتيه والسحلب اللي انا حطيته ادوني اللي انا عايزاه. كده فاضل ايه؟ فاضل ان انا ادوق السكر بتاعه بس، لو لقيت ان هو تمام ومظبوط هبدا ان انا اغرف. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالنسبه لي انا دلع شويه، فاحنا في الفاصل هجيب سكر احطه فيه علشان نغرفه ونسيبه بقى علشان ناخد الكرمشه بتاعته. نعمل ايه يا نونا؟ بتغرفوه
وبتسيبوه على الرخامه بتاعه المطبخ ساعتين ثلاثه، بنغرفه ونسيبه علشان ناخد الكرمشه اللي بنجيبها من المحلات اللي هي الحلواني او الرز او المحلات اللي هي الالبان، عشان الكرمشه اللي على الوش دي بنغرفه ونسيبه على الرخامه بره ساعتين ثلاثه، وبعد كده نغطيه ونشيله في الثلاجه. هتبداوا ان انتوا تطلعوه بعد كده تلاقوا الكرمشه اللي على الوش ديت هتبقى في منتهى الجمال. تعالوا نطلع فاصل، في الفاصل هعمل ايه؟ هبدا ان انا اسكره زياده علشان انا حاسه ان هو دلع، وهبدا اغرفه في الاطباق بتاعته، ولما نرجع ان شاء الله باذن الله تشوفوا الشكل اللي هنقدمه بيه وهنزينه بايه كمان. ونرجع مع بعض، عملنا الرز بلبن علشان حبايبنا يبداوا سنه بيضه عليهم ان شاء الله يوزعوه على جيرانهم وحبايبهم، وفي نفس الوقت هنرجع نعمل تورته الفور سيزون علشان نحتفل ببدايه راس سنه جديده او بدايه دخول عام جديد علينا ان شاء الله. شويه صغيرين وراجعين، اوعوا تروحوا في اي حته ومستنيكم. غرفنا الرز بلبن بعد ما زودت له السكر بتاعه، وعملنا بالرز بلبن كتبنا بيه ان سي ان شاء الله دايما مجمعانا في الفرح وفي الخير كله يا رب. زي ما انتم شايفين كده اول حرف البي عملته رز بلبن، وحطيت عليه من فوقيه شوكو بوم كده ملون على انه شجره ملونه، والرز بلبن الثاني حطيت عليه من فوق كنافه محمره مع كريز، والجوز هند اللي هو حرف السي هنحط عليه جوز هند بالشكل ده كده، وهنحط عليه واحدة كريز مع سوداني بندق فستق زي ما انتوا عايزين بالشكل ده كده. طبعا انتوا بقى ممكن تعملوا اللي انتوا عايزينه، ممكن ان انتوا تعملوا في علب بلاستيك وتوزعوها على جيرانكم وحبايبكم. بداية سنة جديدة خضرة عليكم يا رب ان شاء الله. حاطه في الجنب كده علشان هحط واحدة كريز. احنا كده عملنا الرز بلبن بطريقه سهله جدا، مجرد ما الرز اتسلق رحنا غاليين اللبن ورحنا حاطينه مع بعضه. اهم حاجه ان الرز يستوي كويس ما يبقاش محصول. وفي نفس الوقت عملت الكريم شانتيه مع السحلب، دوبتهم في كوبايه ميه عاديه من الحنفيه او كوبايه حليب لو عندك حليب زياده، ودوبتهم ونزلتهم قبل ما احط النشا خالص، وهما شكلوا مع بعض كده خلاص. عايزين بقى تزينوا بصوص كراميل، عايزين تزينوا مثلا بفراوله زي ما انتوا عايزين، اللي موجود عندكم اشتغلوا بيه وهيطلع معاكم زي الفل. بسم الله. طيب هنبدا ايه دلوقتي؟ عملنا الرز بلبن ان شاء الله ربنا يجعلها سنه بيضة عليكم يا رب. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هنبدا نعمل تورته الفور سيزون. تورته حلوه قوي ومفيش مناسبه الا ما لازم نبقى عاملينها فيها، ومش هنلاقي احلى من السنه الجديده نستقبلها بتورته الفور سيزون. طيب مقادير الاسبونش اصلا دي حاجه ترجع لك، عايزه تعملي الاسبونش اللي هو اللي احنا عملناه قبل كده ماشي. طبعا زي ما انتم شايفين كده الاسبونش اللي انا جايباه النهارده ده اسبونش جاهز بيتباع عند مستلزمات الحلواني، ممكن انقله، بيتباع عند مستلزمات الحلواني كيك اسفنجي جاهز. طيب لو انت عايزه تعمليه في البيت ممكن نستخدم يا اما الكيك الاسفنجي اللي احنا بنعمله وبنفصل فيه البياض عن الصفار، يا اما نستخدم محسن جل ونحط الصفار مع البياض مع الدقيق ومحسن الجل ونضربهم مع بعض كلهم مع البيض، يا اما بنعمل الكيك الاساسي او الكيك المعتمد اللي احنا بنعمله وبنشتغل بيه تورت بيبقى في منتهى الجمال. بس اهم حاجه التسقيه بتاعت الكيكه تبقى عامله ازاي. طيب دول تورتايتين زي ما حضراتكم شايفين كده، وهبدا ان انا اقطعهم عشان ابدا ان انا اشتغل في التورتاي. تورته الفور سيزون زي ما حضراتكم شايفين انا مستخدمه ابيض وبني. طب نونا لو ما عنديش ابيض وبني او انا هستخدم هي تورتايه واحده بس الابيض فيها مشكله؟ لا، المتاح عندك اشتغلي بيه، ما عنديش حاجه اسمها لازم نعمل كده. طيب قبل اي حاجه هبدا ان انا اقطع التورتايتين بتوعنا. انا هعمل على رقين كل حاجه اتنين عشان تطلع لي اربع ادوار تمام، والرقين هقطعهم اربعه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا قلت قبل كده مليون مره اما بنيجي بنقطع الكيكه عشان يطلع مظبوط وقفتي تبقى مظبوطه ودراعي بس اللي يتحرك، وقفتي مظبوطه، ظهري مش متني، كوعي مش معمول كده، لا انا واقفه كده اهو
زي الالف، ودراعي بس هو اللي يتحرك علشان يطلع لي كيكايه مظبوطه. ضغطه ايدي دي على الترنش كده هيخليها معوجه، مريحه على المقبض بتاع الترنش هيخليها معوجه، فاهم حاجه ظبطه الايد. فانا واقفه اهو هعمل كده، وانا واقفه ظهري مفرود، وهبدا ان انا احط كده اهو علشان اشيل الوش ده كده. بسم الله، اهي ايديا مظبوطه، واعمل كده ونصبح على استاذ صبحي ونقول له صباح الهنا. شايفين؟ بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور عليك يا شيف. صباح الهنا والجمال على عيون حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله، انت كويسه؟ انا بخير طول ما حضرتك بخير، كل سنه وحضرتك طيب. الله، انا بحبك قوي. الله يسعد قلبك يا رب، ربنا يعزك. بحبك وبحب كل حلقاتك. الله يبارك لك يا رب، ما تحرمش منك ولا من متابعتك، تسلم لي. امرني يا استاذ صبحي، لحضرتك اي طلبات؟ نورتني باتصالك، كل سنه وانت حضرتك طيب. عملنا الكيك الابيض اهو، وابدا ان انا اجي كده نفس الوقفه اللي انا عاملاها، واروح شايله الوش. هو الوش ده هنرميه؟ لا، احنا ممكن نفركه في الكبه ونبدا ان احنا نزين بيه. ممكن ان انت تعمليه وتشربيه مع الشاي بالحليب، ما فيهاش اي مشكله، ما عندناش حاجه بتترمي. انا واقفه عدل، دراعي هو اللي بيتحرك اهو، انا واقفه اهو من غير حتى ما اوصى اهو، ادام عدلت الترنش اهو. بسم الله، رايح جاي رايح جاي كده، دراعي بس اللي بيتحرك، لكن انا واقفه ما اتحركتش اهي. بسم الله، ابدا ان انا اعمل كده. بسم الله كده اهو، برضو واقفه عدل، وايديا هي اللي ماشيه بالشكل ده كده. بسم الله كده، بقى عندي اربع رقات. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل كده وهعمل كده. علشان ابدا احضر الاربع رقات بتوع الكيك. بسم الله، ولازم الكيكتين يبقوا مقاس واحد. بسم الله، كده انا عملت اهو كل رق اربعة زي ما حضراتكم شايفين كده، علشان لما اجي اجمع الكيكاية بتاعتنا او التورتاية بتاعتنا هتتجمع ربع وربع، وهعرفكم يعني ايه اللي انا بقوله ده دلوقتي. طيب معانا مين يا رغدة؟ ونصبح على اسماء ونقول لها صباح الهنا. صباح النور يا شيف نون. صباح الجمال على عيون حضرتك، عاملة ايه؟ الحمد لله. يا رب تكوني بخير دايما. الحمد لله تمام. حبيبتي كل سنه وانت طيبه وبالف خير وسعاده يا رب. حاولي تكلمينا تاني يا اسماء. بصوا بقى كده، هبدا اشتغل على طول على الاستاند اللي انا هشتغل عليه. عندي طبعا كريم شانتيه مخفوق، احنا ما نزلناش مقادير يا شباب صح؟ طيب ممكن ننزل المقادير بتاعتنا علشان نشوف هنعمل التورتايه بتاعتنا ازاي. ننزل مقادير على ما اجيب الكريم شانتيه بتاعنا. بسم الله، مقادير معانا على الشاشه، ومقاديرنا بتقول ايه يا رغده؟ معانا سبونش كيك فانيليا جاهز، وسبونش كيك شوكولاته، الحشوه كريم شانتيه فانيليا، وكريم شانتيه شوكولاته. التغليف بقى من بره اللي هو التزيين بتاعنا، هنستخدم ايه؟ شوكولاته اصابع بيضه. معانا ايه كمان؟ للوش بتاع التورتايه هنعمل ايه؟ شوكولاته بالبندق، شوكولاته جوز الهند، كرات شوكولاته بيضه، كرات شوكولاته دارك، وشوكولاته اصابع دارك. بسم الله، شايفين انا بعمل ايه؟ طب انا عايزه هنا اعمل حاجه، بصوا كده، عشان يبقى كله سوا واحد بالشكل ده كده. بصوا كده،
اللي هو البني او اللي هو الكيك شوكولاتة، هبدأ ان انا احط عليه كريم شانتيه ابيض، واللي هو الابيض هبدأ ان انا احط عليه كريم شانتيه شوكولاتة. نصبح على فريدة ونقول لها صباح الفل يا فريدة. صباح النور كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، ما تحرمش منك. ممكن توطي التلفزيون يا فريده؟ نورتيني، تسلميلي. قولي لي ليكي اي طلبات؟ حضرتك طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي وبخير وسعاده، يا رب ما تحرمش منك ابدا. لا انا بس كنت عايزه اصبح على حضرتك واقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيبه. صباحك هنا وسعاده يا رب، وسنه سعيده عليكي، وكل سنه وانت طيبه وبخير وهنا يا رب. بصوا كده حطينا ده كده، بالشكل ده كده، وابدا ان انا اعمل كده. دي بني احط عليها ابيض، والابيض يتحط عليه بني. نصبح على ايه ونقول لها صباح الفل يا ايه. صباح النور. صباح الجمال على عيونك، عامله ايه؟ الحمد لله يا رب تكوني بخير دايما. طيبه وانت طيبه وبصحه وسعاده، يا رب ما تحرمش منك ابدا. قولي لي ليكي اي طلبات يا يويا؟ لا سلم عمرك. سلم عمرك. وانت طيبه وبخير وسعاده وهنا يا رب، يعيد عليكي كل الايام بخير. نورتيني يا يويو. كده. طب حد هيقول لي نونا هو احنا مش المفروض ان احنا بنسقي الكيك دوت؟ اه طبعا المفروض ان احنا بنسقيه، بس انا اه طبعا المفروض ان احنا نسقيه، بس انا وانا ماسكه الكيك دلوقتي هو طازه. طازه طازه يعني طري قوي، فلو انا سقيته هيبقى ان انا باكل عجين، فانا عشان كده ما سقيتوش. طيب عندكم هتعملوا ايه؟ الكيك يتعمل قبلها بيوم علشان يبقى ماسك نفسه شويه، ونبدا ان احنا نسقيه. طب بيتسقي ايه؟ عايزه تسقي سيرب، عايزه تسقي كومبوت، عايزه تسقي جناش شوكولاته، بيبقى هايل هايل، بيدي تطعيمه في منتهى الجمال. اللي انت عايزاه كله، عايزه تسقي بعصير برتقان زي ما انت عايزه، اللي موجود عندك استخدميه. عملنا كده راق مختلف. نرجع الابيض، الابيض اللي انا بقول عليه اللي هو الكيك مش الكريم شانتيه. ادي كده كيك بني، كيك ابيض، ادي كده كيك بني. ونصبح على ام اسماء ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل والياسمين على عيونك. صباح الجمال على احلى سودانيه في الدنيا. حبيبة قلبي، عرفتك من صوتك اهو، ما تحرمش منك يا حبيبتي، تسلميلي. حبيبة قلبي احلى شفا في الدنيا كلها والله. الله يسعد قلبك. ناس كتير كانت بتسالني ساعة حلقة مولد النبي مين اللي كان عامل لك الحنة في ايديكي؟ عايزة بقى اقول لكم دلوقتي ان ام اسماء هي اللي كانت عاملاها. يا حبيبة قلبي عقبال ما تحن بناتك يا رب. حبيبتي الله يسعد قلبك، احلى سودانية واحلى حنانة في الدنيا، تاخدوا منها الشغل وانتم مغمضين. حبيبتي يا حبيبة قلبي، ربنا يحللك الدنيا يا رب، وان شاء الله سنة سعيدة عليكي يا رب. عليكي وعلى كل حبايبك يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا، تسلميلي. احلى معايدة من ام اسماء، نورتيني يا حبيبتي، الله يسعد قلبك يا رب. بجد شغلها هايل قوي وبتراعي ربنا قوي في شغلها. يعني كان في ناس كتير منزلين على النت ان في عرايس عملوا الحنة وطلعت معاهم وحشة او طلعت عملت حساسية. لا، ام اسماء ما عندهاش الكلام ده الحمد لله. يعني بصوا كده نبدا الناحيه الثانيه. بسم الله نبدا ان احنا نمشي. متهيألي اسهل من كده مفيش، ان انت تعملي التورتايه ارباع وتبداي تحطي الكريم شانتيه، يا دوب بس تظبطيه بالمعلقه كده او بالسباتشوله، لو ما عندكيش سباتشوله اعملي بالمعلقه زي ما انت عايزه. ونصبح على حبيبتنا اللي وحشانا اللي بقى لها كتير قوي حرمانه من صوتها ومن اتصالاتها. صباح الفل يا مدام ناديه. ما تحرمش منك يا نونتي. ولا منك يا حبيبتي، الله يبارك لك. صباح سلامين. الفل عليكي يا روحي، عامله ايه؟ صباح السعاده. انا بخير يا حبيبتي، طول ما انت بخير. معلش كان عندي ظروف والله يا نونا، انت عارفه جلوتك عندي ولا والله. يهمك، المهم ان انت تكوني بخير، ولا يهمك. المهم سنه سعيده عليكي، عليكي وعلى كل حبايبك وعلى الحاجه وعلى زوجك وعلى كل اسرتك. يا رب يا حبيبتي. وصباح الفل، سنه سعيده على المخرجين الجمال. يا رب.
الاستاذ حمدي والاستاذ مصطفى، وسنه سعيده عليهم وسنه سعيده على الاستاذ محمود الشريف يا رب اللي هو صغير السن كبير المقام ما شاء الله، وربنا ينجح قناته وكمان وكمان بمجهودكم وبفضلكم وبتعبكم، كل حاجه حلوه بتقدمها لنا والله. حبيبتي الله يسعدك، كل سنه وانت طيبه، كل سنه واحنا طيبين بوجودكم معانا، تكون كده سنه سعيده على كل القناه وكل الكاست عندك وكل كل اللي انت قلتيهم يا نونا الصبح والله، حبيبتي الكاميرا والكنترول وكل الناس الجميله، وكل سنه وكل قناه فوت بخير وبصحه وسعاده ان شاء الله. يا رب اللهم امين يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا، هي سنه ان شاء الله سعيده علينا وعليكي بوجودكم معانا، يعني هي السنه مش هتبقى حلوه وسعيده غير بفضل ربنا ووجودكم معانا. بصوا كده جمعت الاربع طبقات بالشكل ده كده، والمفروض ان هي التغليفه بقى كلها، يعني احنا لما جينا نغلف في جوه حطيت ابيض مع بني، لا انا من بره مش هحط ابيض مع بني، انا من بره كله لازم هيكون ابيض. احلف. طب اصبح على الحاجه فتافيده ونطلع. ماشي. صباح الفل يا حاجه تافيده. صباح الفلين والهنيين والسعدين والفرحين. صباح الهنا عليك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ حبيبتي كل سنة وانت طيبة وسنة سعيدة عليك وعلى حبايبك كلهم. عليك وعلى كل حبايبك يا رب، وانت من ضمن حبايبي يا حبيبتي، نورتيني. الو فصلت؟ طيب بصوا بقى كده هعمل ايه؟ المفروض ان احنا هنبدا ان احنا نظبط التورتايه بتاعتنا ونجلس علشان كلها تتجلس ابيض زي ما حضراتكم شايفين كده. عينيا حاضر يا سلطان. بصوا زي ما انتم شايفين كده هبدا ان انا اجلس كله وداري كل الجوانب بالكريم شانتيه الابيض، يعني هطلع فاصل اجيب كريم شانتيه زياده علشان ده اللي عندي نص ونص، هعمل بيه الفستونات بتاعه التزيين، هجلس باقي التورتايه في الفاصل ونرجع نكون جلسناها ونبدا ان احنا نزين ونشوف يعني ايه فور سيزون ومعناها ايه وشكلها بيبقى عامل ازاي. كل ده بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته ومستنياكم. من الفاصل، اسكت بقى شويه. ورجعنا من الفاصل، جلسنا التورتايه زي ما حضراتكم شايفين كده، تسلم ايدك يا شيف اسلام. اسلام بصراحه هو اللي جلسها لان انا كنت بعمل حاجات تانية. بصوا كده جلسناها وجبت شريط اللي هو الفاكيوم ده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ورحت قصه منه حته اهو، ورحت قصه منه حته وحطاها هنا علشان هبدا ان انا احط عليها شريط ستان للتورتايه نفسها. طيب بصوا بقى دلوقتي انا هعمل ايه. بسم الله، انا هعمل كده فوق الشريط الفاكيوم وهبدا ان انا الزق كده. انا حبيت النهارده ان انا اعملها ابيض وبني، ما يبقاش ان هي كلها بني بس او ابيض بس بالشكل ده كده علشان يبقى شكلها مختلف شويه. يعني احنا ما عملناها المره اللي فاتت، عملناها الشوكولاته كلها اللي هي الصوابع دي كلها كانت بني، لكن المره دي انا حابه ان هي تكون واحده وواحده كده تكون مختلفه شويه بالشكل ده كده. انا عامله فوق الشريط الفاكيوم. ونصبح على مريم ونقول لها صباح الهنا. صباح على مريم. حاولي تكلمينا تاني يا مريومة، شكرا ليكي. بصوا كده بالشكل ده بتلزق في الكريم شانتيه
لحد ما بنخلص خالص التورتاية كلها، وبعد كده بنبدأ نزين من على الوش. بنزين اللي على الوش بنقسمه أربعة، اللي هو الفور سيزون يعني الأربع مواسم، على حسب بقى هل ليها حاجة أساسية لازم نمشي بيها؟ لا، على حسب ما انت عايز. المهم ان هو يبقى الأربع أقسام أو الأربع تربع، كل واحد بشكل مختلف. ونصبح على مين يا رغدة؟ ونصبح على الحاجة نعيمة، نقول لها صباح الهنا. صباح الهنا وصباح المنى وصباح الجمال حبيبتي. وصباح النور عليك يا روح قلبي. الله يسعد قلبك يا رب ويهني عمرك، ما تحرمش منك ابدا. ازيك يا نونتي يا غالية؟ الحمد لله يا حبيبتي، ما تحرمش منك، انا بخير طول ما انت بخير. الله يسعد قلبك. عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ حبيبتي الله يسعد قلبك، انا بخير والله طول ما انت بخير. انا وانت طيبه واولادك طيبين يا رب يا رب، ووالدتك طيبه يا رب. وكل القائمين وراء الكاميرا، محمد حامد وحامد وهشام وكل القائمين دول كلهم يا رب، كل سنه وهم طيبين. يا رب يا رب هم طيبين بيكوا يا حبيبتي وبدعواتكم، ربنا يخليكي لينا يا رب. تسلمي. انت عارفه اللي انت مليتي علينا الدنيا يا نونتي والله. حبيبتي من يوم ما مشيت هلا كانت حبيبتي قوي قوي، بس من يوم ما جيت هي حبيبتنا كلنا. القناه دي وانت بقيتي بسم الله ما شاء الله على الكمه يا حبيبتي. حبيبتي حبيبتي هي شفالة على دماغنا كلنا، وهي حبيبتنا كلنا، كل سنة وهي طيبة وسنة سعيدة عليها يا رب، وما نتحرمش منها أبدا ولا من وجودها. ربنا يوفقها يا رب ويصلح حالها وتبقى في الأحسن وأحسن يا رب دايما. بصوا كده لحد ما بتخلص الكمية كلها أو التورتاية بتاعتنا بالشكل ده كده. هي طبعا لازقة في الكريم شانتيه، نصيحة مني وانتوا بتشتغلوا الكريم شانتيه يكون تقيل، ما يبقاش خفيف علشان يجلس معاكوا كويس وما يبقاش واخد هوا. صباح الفل يا ندى. ازيك يا نونة؟ عاملة ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عاملة ايه؟ انا بخير يا حبيبتي طول ما انت بخير، الله يسعد قلبك يا رب تسلميلي. انا بحبك قوي، ضحكتك زي العسل حبيبتي، ما تحرمش منك، ده عينيكي هي اللي حلوة والله. يسعد قلبك يا رب تسلميلي. أموريني يا ندى، ليكي أي طلبات يا حبيبتي؟ لا أنا بس بتصل عشان أسلم عليكي بقى. سلم عمرك يا رب من كل شر، كل سنة وأنت طيبة وسنة سعيدة عليكي يا حبيبتي، وتحققي فيها كل اللي بتتمنيه إن شاء الله وأكتر. بصوا كده لحد ما بتخلص زي ما قلت لكم التورتاية كلها، وخلوا بالكم إن الكريم شانتيه يكون تقيل، هاتوا اللي هو الخام اللي هو بدون سكر، ولما تيجوا تضربوه قللوا السوائل اللي هي المايه المتلجة او الحليب المتلج علشان يطلع معاكم مظبوط. طبعا حجم التورتاية على حسب ما انت عايزه وعلى حسب حجم الكيكاية اللي انت هتعمليها، اهم حاجة ان الاتنين يكونوا مقاس واحد علشان ما يغلبكيش في التقطيع بالشكل ده كده. طيب هنقسم فوق بايه؟ برضو بشوكولاته بيضة، صوابع او بني على حسب ما انتوا عايزين، علشان نبدأ ان احنا نعمل الاربع اقسام اللي احنا عايزينه. بسم الله بسم الله الحمد لله. بصوا كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. طيب هاجي دلوقتي اعمل ايه؟ معانا مين يا رغدة؟ ونصبح على ايمان ونقول لها صباح الهنا. صباحك عسل. صباحك سكر وهنا وسعاده يا حبيبتي تسلميلي. كل سنه وحياتك طيبه وتبقى سنه جديده جميله على حضرتك. عليكي وعلينا وعلى كل حبايبك يا رب، اللهم امين. تسلميلي يا حبيبتي. عايزه اعمل كيكه كده بمناسبه السنه الجديده لامي، لان هي عملت معايا حاجات كتير حلوه. عينيا الاثنين بس كده، انت تأمري واحنا ننفذ. سكينه فين؟ ازاي يعني اللي انت بتقوله؟ عينيا يا حبيبتي يعني بصي خشي ادخلي على البوم الكيك عندنا، هتلاقي كيكه معتمده سهله جدا ما بنعملها وبنعمل منها الترط. اهم حاجه تعمليها، لو هتعمليها بكره لازم تبقى قبلها بيوم، لو هتعملي تورتايه وبتسقيها بصوص شوكولاته، صوص شوكولاته ممكن تحطي في الثلاجه في اسفل ثلاجه ايه في الخلاط. بسم الله. انت عارف انت عارف انت مضطرني. تحطي في الخلاط كوبايه كاكاو وكوبايه زيت وكوبايه سكر وكوبايه ميه او كوبايه حليب، وبتبداي بعد كده تخلطيهم كويس جدا مع بعض علشان يديكي صوص شوكولاته حلو قوي
ممكن ان انت تسقي بيه التورتايه بتاعتك، وبتسقيها وبتعملي الكريم شانتيه وبتعمليها طبقات وبتطلع معاكي زي الفل. كده قسمت الشوكولاته بتاعتنا او التورتايه بتاعتنا اربعه بالشكل ده. قبل اي حاجه عايزه اعمل كده علشان انا عايزه اخبط ايه، اضرب، عايزه اربط عايزه اربط التورتايه بتاعتنا. نصبح على مين يا رغده؟ ونصبح على ام مالك ونقول لها صباح الهنا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عامله ايه؟ ازي حضرتك يا ست نوني؟ انا بخير يا حبيبتي، طول ما انت بخير الله يسعد قلبك يا رب. تسلمي، منوره والله. نورك يا حبيبتي، الله يبارك لك، ما تحرمش منك ابدا. سنه حضرتك طيبه وانت بخير وسعاده وسنه سعيده عليك يا رب، اللهم امين. مريم، بقول لك يا شيف نونا، نفسي نعمل التورتيه اللي حضرتك عاملاها دي، بس الكيكه الاسفنجيه اللي موجوده معاكي ديت تنفي تطلع معايا كده. هي دي احنا جايبينها جاهزه، بس ان شاء الله باذن الله في الاسبوع الجاي، هنعدي الاسبوع الجاي عشان هنعمل فيه حاجه الافران وحاجه العيد لاخواتنا المسيحيين، وان شاء الله هعمل لك الكيكه الاسفنجه علشان تطلع معاكي زي ما احنا عاملينها كده بالظبط. عينيا، عينيا حبيبتي، الله يبارك لك، نورتيني. كده نعمل كده، ثانية واحدة بس، ثانية واحدة بس، نعمل الفيونكية بتاعتنا ونطلع فاصل على طول. انت بتوجع. بصوا بقى كده عشان ما نطلع الفاصل، هعمل كده، يلا بينا هنطلع فاصل، اكون زينت التورتايه بتاعتنا كده ونرجع نشوف شكلها هزين دي، ويعني مش هعمل حاجه لما ترجعوا لي. تعالوا نطلع فاصل، نرجع من الفاصل نكمل تورتايتنا واحتفالنا براس السنه الجديده. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، اللهم امين. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، اوعوا تروحوا في اي حته مستنيكم. رجعنا من الفاصل زي ما حضراتكم شايفين كده، بنبدا ان احنا نكمل حجم التورتايه. بالشكل ده زينا الوش بتاعها زي ما انتم شايفين مالتيزر ابيض وبني وشوكولاته جوز هند ومعاهم شوكوبون ملون، والناحيه الثانيه شوكولاته بالبندق. ممكن بقى نعمل مثلا ربع منها بسكوت بالشوكولاته، ربع منها بسكوت بالكريمه، زي ما انتم عايزين. ده الهدف من ان هي اسمها فور سيزون، يعني الاربع مواسم، ان كل ربع منها بيتعمل بشكل مختلف. وفي الجناب كده مطرح الفاضل من حجم التورتايه الكريم شانتيه، واهم حاجه ان هو يكون تقيل ويكون محطوط في التلاجة علشان يبدا ان هو يشتغل معاه كويس. مستخدمه فستونه وماشيه بيها بالجنب، يعني مش عدل، علشان تديني شكل الصوابع اللي جنب بعضها دي كده، تحس ان هي شكلها عشوائي شويه. بالشكل ده كده عايزه الكريم شانتيه التاني بنفس البلبله عشان نكمل بتاع الكريم شانتيه التاني. يا شباب عايزه تعملي الاثنين مثلا
ابيض مع بني مش هيقول لك لا. بس اعملي ابيض بس او بني بس زي ما انت عايزه. اهم حاجه ان الكريم شانتيه يكون جامد في الثلاجه، ما يبقاش ان هو بره علشان تبداي انك تشكلي بيه كويس، ما يبقاش ان هو سايح، ما يبقاش خفيف. بالشكل ده كده يبقى احنا كده عملنا النهارده ايه؟ تورتة الفور سيزون بطريقه سهله وبسيطه. بالنسبه للكيك ممكن اي نوع كيك، اهم حاجه التسقيه بتاعته عشان يطلع معانا خفيف ويطلع معانا دايب في الاكل. يبقى احنا كده النهارده عملنا الرز بلبن علشان نوزعه على حبايبنا بدايه سنه بيضاء عليكم ان شاء الله مليانه خير وبركه، زي عملناه كده على شكل بي ان سي، مش عارفه واضح معاكم ولا لا. وعملنا تورته الفور سيزون، ادي حرف البي وادي البي بالشيكابوم وادي كده وادي الان بالكنافه وادي حرف السي عاملينه بالبندق والكريز وجوز الهند زي ما حضراتكم شايفين كده. بي ان سي سنه سعيده عليكم دايما، شاشه بي ان سي مجمعانا دايما في الخير وفي الفرح ان شاء الله. وادي تورتايه الفور سيزون، اتمنى لكم نهايه سنه وبدايه سنه باذن الله، باذن الله ربنا يحقق لكم فيها كل ما تتمنوا، وباذن الله اللي عنده حلم يقدر ان هو يحققه. كافحوا واحلموا، والتحقيق الاحلام ادام ربنا اراد ان انت تحلم بحاجه يبقى عارف ان انت هتقدر تحققها باذن الله. سنه سعيده عليكم، وبهني كل حبايبي بالسنه الجديده ان شاء الله. في اتنين عزاز على قلبي نسيت ان انا اقول لهم كل سنه هم طيبين ورب يكونوا معايا. لا مش انت، انا قلت لك خلاص. بندق وهم ثلاثه، بندق و ومروه محمد كانت ميك اب معانا هنا، وايه يحيى وياسمين بدري. انا عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، واحمد صلاح انا مش عايزه انسى حد، مين تاني؟ ومحمود السيد مدير الاضاءه حبيبي والله العظيم وحشني جدا 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 جدا، كل سنه وانت طيب وربنا يا رب يرجعك لنا بالسلامه. ومصطفى بلي قوي وحماده بلي قوي ورامي، انا مش عايزه انسى حد والله العظيم، حقكم عليا، كل سنه وانتم طيبين والف صحه وسعاده. مين؟ ونور، نور نسيت نور، ازاي ازاي تنسوني نور؟ ونور ما قلت اسلام ونور منير، مش عايزه انسى حد والله وحقكم عليا لو كنت نسيت حد، بس بحاول بقدر الامكان ان انا افتكر. ربنا يا رب يديمكم في حياتي، سنه عدت واحنا مع بعض شفنا. مين عادل؟ ومحمود اكسسوار طبعا منورنا السنه دي ومعانا. طبعا. وعايزه اقول لكل حبايبنا اللي كانوا معانا هنا وسابونا ومشيوا، عايزه اقول لشيف غفران كيالي كل سنه وانت طيبه، شيف محمد فوزي كل سنه وانت طيب، اوعيد عليك كل ايام بخير ورب. مش عايزه طبعا انسى شيف ادري الله يرحمه ويحسن اليه، كان معانا في سنين فاتت وربنا يا رب يرحمه برحمته اللهم امين، عيده احلى في الجنه ان شاء الله. مش عايزه اكون نسيت حد والله العظيم. المهم انا بسلم على كل حبايبي. نسيت حد يا محمود؟ مين؟ ايه؟ ايه؟ طب تعالى تعالى نختم الحلقه سوا، يلا بينا. مصطفى مين؟ ايوه سلمت عليه. ومصطفى كتكوت، هقول كتكوت. مصطفى المصور، احلى تحيه لاهل الفيوم. وحشنا والله العظيم. عايزه اقول لكم يعني يا رب يا رب يا رب والله انا عايزه عماله بفتكر انا واخواتي وحبايبي هنا، كل حبايبنا اللي كانوا معانا، عدت علينا ايام حلوه كتير حلوه مع بعض. كل سنه وانتم طيبين، والسنه اللي جايه احلى ان شاء الله. وصبري محمد صبري ينفع، واحمد لا استنى انت بتهزر، دول حبايبي. محمد صبري واحمد سلام ومؤمن وايمن حموده، ناس كتير سابونا ومشوا، ويا رب سنه سعيده عليهم اللهم امين يا رب. نتجمع دايما في الخير والفرح دايما، نتجمع على شاشه بي ان سي واللي دايما مجمعانا ومجمعه كل العيله حواليها، نجمع معاكم باذن الله في الخير وسنين جايه كتير، ربنا يديني ويديكم العمر. سنه سعيده عليكم، بحبكم جدا، اشوفكم على خير واشوفكم على خير، واقول لكم السلام عليكم.